popping fucking nose and popping pillies, man. I feel it's like a rock star. السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب. وجه الجهاز الفني للمنتخب السوري بقيادة المدير الفني فجر إبراهيم الدعوة للمدافع دانييل متولي للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة التي انطلقت الثلاثاء الماضي بلقاء العراق ولبنان، والتي فاز بها العراق بهدف مقابل لا شيء، حيث يشارك بهذه البطولة 9 منتخبات عربية. وأكد المدير الفني لمنتخب سوريا أن متولي سوف يخضع لفترة تجريبية قبل ضمه رسميا إلى معسكر المنتخب، حيث يطمح نسور قاسيون هذه المرة للمنافسة على لقب هذه البطولة حسب تصريحات فجر إبراهيم. ويلعب دانييل متولي ذو 27 عاما مع أحد فرق مقاطعة فيكتوريا الذي يضم 20 فريقا، وسبق للاعب دانييل متولي اللعب في دور الدرجة الأولى بأندونيسيا والأردن ودور الدرجة الرابعة في ألمانيا قبل أن يعود إلى أستراليا. يذكر أن دعوة متولي جاءت في هذه الفترة لسد الثغرة الدفاعية التي يعاني بها منتخبنا السوري منذ عهد شتانغ، ويأمل الجهاز الفني والإداري لمنتخب سوريا أن يظهر دانييل متولي بمستوى يليق بمنتخب سوريا ويكون قادرا على تحمل مسؤوليته الدفاعية واللعب لقميص سوريا. يذكر أن منتخبنا السوري سوف يلتقي غدا نظيره اللبناني في ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا العراق وفلسطين واليمن. كل التوفيق لمنتخبنا في مباراة الغد المهمة لتصحيح مسيرة النسور. دمتم برعاية الله.